انطباعي حول ما نعيشه هو أنني لا أقول مسرور بما أراه، لكن على الأقل وجدنا حالة من السلم كنا دائما ندعو لها في مؤتمرات وفي خطابات لكنها لم تحقق. الآن نعيش نرى البشرية يعني في العالم تتمنى الخير للآخرين، الناس قلوبهم على بعضهم البعض، منظمات الشر كأنها غابت، تلك الحروب التي كانت تملأ الشاشات في أخبار عاجلة لم تعد موجودة، خطاب الكراهية لم يعد موجودا، حتى الناس أصبحت تدعو للجميع بالسلامة والعافية. يعني هذا من أروع ما عجزنا عن تحقيقه وحققته هذه الجائحة. لا نطلب من الله سبحانه وتعالى أن تدوم هذه الجائحة، نسأل الله أن يرفعها عنا اليوم قبل الغد، لكننا نسأله أن يديم علينا نعمة السلم، نعمة الأمن، نعمة المحبة للجميع، احترام الجميع، تمني الخير للجميع، التعاون بين الجميع في المجالات في المشاكل الأخرى. ستمضي إن شاء الله سبحانه وتعالى هذه الجائحة ويبقى عندنا مشكل في التعليم ومشكل في البيئة ومشكل في هشاشة المجتمع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نتعاون كذلك وأن نتجند جميعا من أجل هذه الأمور. لكنني أطرح سؤال، ماذا بعد كورونا؟ ما هي القيم التي نحتاجها بعد كورونا؟ ما هي الرواسب التي تكون قد ترسبت في أذهاننا؟ ما هي السلوكات التي نكون قد اكتسبناها في حجزنا؟ وبالتالي لا بد أن نعي من بعض السلوكات التي تكون قد تسربت إلينا حتى نخرج من هذه الجائحة بأضعف تأثير وبأقل الخسائر، وأن نميز ما بين القيم الخيرة التي جعلتنا نصمد ونتحد ونتكافأ ونحافظ عليها، لأننا كما اجتمعنا لمواجهة هذا الوباء الذي عاجزت دول لها إمكانية كبيرة على تحديه وعلى التصدي له، نحن استطعنا، نتمنى من الله أن نستطيع أن نواجه جميع المشاكل بنفس التعبئة، بنفس القوة، بنفس الحضور، وأن يكون هذا دأبنا في معركة التنمية ومعركة الإصلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.